صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم بدي أتمنى لكم مثل العادة نهار كله إيجابية وكله بسمة، ونقدر نتخطى كل الصعوبات بشكل سلس وبالمثابرة. بدي أقول أول شيء بونجور لأمين. بونجور. أهلا وسهلا فيك. بلبنان قصدي؟ بلبنان. وكنت وين؟ كنت بالهند. ليه بتنقي هيك هالأماكن الغريبة؟ كان في شوية شغل وكان في شوية فاكيشن. أوكي. Amazing. إنديا لازم كل حدا يروح على إنديا ولو مرة بحياته. والأكيد يعني أنا بس هيك دايما بحب علق على شغلة أمين عندك اللي هي المثابرة والشغل الدائم والمستمر. بيقول الكوتش روب ديال بأنه 6 أشهر من المثابرة والتركيز بيخلوك تسبق أو تستبق 5 سنين من حياتك. هل قد المثابرة ممكن تعمل فرق بحياتنا؟ فما حدا يقلل من قيمة الروتين يلي بتخلينا دايما نحط الفوكس قدامنا والهدف قدامنا، وهيدا بفتكر الشيء يلي بتعمله أمين. ومنشان هيك دايما في تطور، دايما في تجديد، دايما في أشياء خطوات جديدة عم بتقوم فيها وما بتخاف من الريسك. لا، هي في مثل دايما أنا بحبه، you roll the dice and you see what you get. بتكب الزهر وبتشوف شو بيطلع لك رقم. اوقات بتطلع لك ارقام مش انت ابدا متوقعتيها، اوقات بتطلع لك ارقام يلي بدك اياها. هي مش بتطلع الارقام عاطله جدا. صحيح. عادي يعني. مش غلط ابدا. هي مش مقامره، مش مؤامره انه واحد يقامر، بس هي ما بنعرف دائما شو في لقدام. بس قلتي شغله حلوه، المثابره هي بركي اكثر كلمه انا بعتمدها بحياتي. وكونسستنسي يعني بدك تضلك تشتغلي، بدك تضلك سيستماتيك بحياتك، ما فيك تتركي شيء، الامور كلها تجي لعندك انت. يو هاف تو كرييت. انت الشغل هو مهم جدا، هو 80% من الحياه. 100% يعني، وما في شيء رح بيصير هيك بسهوله. اكيد. صحيح. بدنا نشتغل كثير لحتى نقدر ناخذ بالمقابل. وانا ما بقتنع بفكره انه اشتغلت وعملت وما طلع لي شيء. لا لا اكيد، يعني اكيد في شيء غلط هون، في إنا بالموضوع. اكيد. بس لازم تروح على الهند. هيدي منروح ما عزمتنا. طيب. يلا مرتي جاي اكيد. ما لي شيء يعني، بس يكون في ديستنيشن هالقد انترستينج و جوا اميزنج ديستنيشن. رح نبلش بأخبارنا لليوم. كمان مثابرة بالأعمال السياسية والاقتصادية بلبنان لحتى يكون هالبلد عم يرجع ينهض من أول وجديد. رئيس الجمهورية امبارح بمؤتمر صحافي عقده مع رئيس بلغاريا رومان راديف أكد على ضرورة وقوف بلاده إلى جانب لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتأكيد حقه باستخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية. قال أطلعت فخامة الرئيس على موقف لبنان القائم على اعتبار بأنه قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل نقد فاضح لأسس القانون الدولي وللأعراف القائمة بين الدول والشعوب، وهو أمر ما بيهدد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق بس، ولكن أيضا سيادة الدولة اللبنانية يلي بتمتلك أرض يعني أخذت شقفة منها إسرائيل تدريجيا، لسيما بمزارع شبعة وتلال كفر شوبة والقسم الشمالي من بلدة الغجر. يا أمين، من سياسي للأشياء إذا بدك اقتصاد وكونستراكشن، محمد حديد بنفذ المبنى الأكبر عالميا بدولة عربية. يعني بيون لبلا والد العرتين جيجي وبلا حديد، هو المهندس فلسطيني الأصل محمد حديد. ألقى محاضرة بجامعة هارفارد وتحدث قدام المؤتمر العربي بالجامعة عن مسيرته كلاجئ فلسطيني. ساهم ببناء عدة مشاريع بالولايات المتحدة ومنها مسجد هجرة بولاية فرجينيا عام 1991. كشفت صحيفة كمان بهالإطار ديلي ميل أنه حديد بيعمل حاليا على بناء أكبر مبنى بالعالم بالقاهرة بمصر، حيث من المقرر أنه يشتغل على مشروع على مساحة قياسية بتبلغ 2.1 مليون قدم مربع. وأشارت صحيفة أنه المشروع رح يشمل مجمع للترفيه، مجمع للترفيه، مطاعم وأماكن للتزحلق على الجليد وأشياء للترفيه كتير كبيرة. لا، الأحلى من هيك أنه اليوم بعرف عنه كوالد جيجي وبلا حديد، بينما هو بالأساس رجل الأعمال الناجح العالمي ومهندس ناجح. فهلأ أدي الجمال أوقات بيطغي على كل شيء. أمين، رح انتقل لخبر عن أكثر أمراض منتشرة بالعالم العربي. أكثر 5 أمراض منتشرة بالعالم العربي يلي كشفوا موقع توب ويب المتخصص بأنه هي تسوس الأسنان،
الاكتئاب، الحساسية، السكري وارتفاع الكوليسترول. وبتعود أسباب انتشار تسوس الأسنان لقلة العناية فيها وكثرة تناول الحلويات والمشروبات يلي بتحتوي على السكر. أما الاكتئاب فمن غير المعروف لهلأ الأسباب يلي عم بتأدي لإله، بالاعتقاد السائد مثل ما أكيد لكل الأمراض النفسية الباقية بأنه العديد من العوامل البيوكيميائية أي البيولوجية والكيميائية سواء الوراثية والبيئية فيها تكون سبب لمرض الاكتئاب. أما مرض السكري يلي يعد من الأمراض الأكثر انتشاراً عربياً نتيجة يعني واضحة جدا المأكولات العربية قديه فيها عن جد دسمة جدا دسامة وفيها كمان سكر نتيجة غنى الكربوهيدرات بنظامنا الغذائي مثل الخبز، البطاطا، الرز، الكعك وغيرها. والمرض الخامس الأكثر شيوعا هو الكوليسترول، وهو مركب موجود بكل خلية من خلايا الجسم وبيقوم باستعماله لبناء خلايا جديدة ولا إنتاج هرمونات ضرورية لإله. منقوشة يعني كمان. أمل كلوني سفيرة بريطانيا لحريت الإعلام، عين وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت المحامية الشهيرة بمجال حقوق الإنسان من أصل لبناني وزوجة النجم الهوليودي جورج كلوني أمل سفيرة لحرية الإعلام. اصطحب وزير الخارجية البريطاني أمل كلوني معه لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع يلي هي بتعرفة قمة مهمة جدا بالعالم يلي عقد بفرنسا الأسبوع الماضي. وقالت كلوني على هامش الاجتماع أنه هدفه هو جمع مبادرات قانونية جديدة بتساعد على ضمان استجابة دولية أكثر فاعلية ضد الهجمات على حرية الإعلام. وأنت بتعرفي قديش كان موضوع بال 2018-2019 الصحفيين يلي عنفوا بالعالم بالعالم كله مش بس ببلدان معينة ولا بس بالبلدان العربية اللي هي كانت عرضة كتير لهالموضوع. بكل العالم كان في كان هذا الموضوع الأساسي للصحافة. واختيرت كلوني للمشاركة برئاسة لجنة قانونية لحتعد مقترحات لمواجهة القوانين يلي بتعيق الصحفيين. وأشارت تقارير إعلامية لأنه تعيين كلوني بيأتي بإطار حملة أطلقها هانت وبتهدف لجعل مسألة حرية الصحافة أحد أولويات عمله لإله بمنصبه كوزير خارجية بريطانيا لتصير بلاده جهة عالمية رائدة بتعزيز سلامة الصحفيين بالعالم وللترويج لوسائل إعلام مستقلة. مش غلط ندعم نحن هالشيء طبعا. أكيد. منشوف صورة اليوم يلي التقطت أو اتخذت من عن موقع إعلاميو المينا وهي حماس وتحميس لأبطال مسلسل Game of Thrones يلي وصلت لشوارع بيروت. وعم نشوف هون دعم لجون سنو مع هيركو. نحن يعني داعمينك 100% وأكيد يعني شغلة مهضومة عم نشوفها بلبنان قد دايما بيكون في هيك حماس لأمور فنية أو رياضية تيبيكلي لبنان. أبدا. هيدي كانت أخبارنا بأب تو ديت. ننتقل بعد الوقفة للتكنولوجي.